نقطة على السطر مع سلطان الجنب. في المدارس لما المدرس يطلب من الطالب عمل تلقى حالة استنفار تكون في البيت، يحاول يجيب أفكار مميزة، يحاول يعملها بطريقة جديدة، حتى أنه يروح الخطاط ويخسر من جيبه عشان يعمل هاللوحة، وأهم شيء يكتب في طرف هالعمل عمل الطالب فلان الفلاني. ولو يرجع الطالب لنفس المدرسة بعد سنوات ويلقى نفس اللوحة موجودة، إيش المشاعر اللي ممكن يحس فيها؟ هذا هو حالنا في تعاملنا مع الناس، كل واحد يحط صورة ويتركها مع من يتعامل معهم، لكن الخيار إيش الصورة اللي ممكن تتركها في بال من تتعامل معهم؟ هل هي إنسان هادي، حكيم، راقي أو عصبي، مندفع، متهور، أو مزيج من هالصفات هذه كلها؟ في كثير من الناس ممكن يترك صورة رائعة، وأحياناً في ناس يتغيرون يتركون صور مختلفة تماماً تكون سلبية. أما يكون مسك منصب أو أصبح صاحب مال وتتغير حالته من حال إلى حال، ويعتقد أن أصحاب المناصب ومن له مال لازم يكون مغرور وغير متواضع، ممسوحة من قلب الطيبة، بس ليه؟ ترى الدنيا صغيرة، في ناس ما يعرف ولا يحب هالكلمة أنك تقول له ممكن يتغير كل شيء. فكر لحظة وارجع مثل ما كنت، طيب بسيط، إذا ما كنت تعرف هالصفات جربها، اترك صورة حلوة وخلي الناس يتذكرونك بكل خير. ترى لا يبقى لا منصب ولا مال ولا جاه، اللي يبقى تعاملك مع الناس، علشان وانت عايش يقولوا لك الله يوفقك، حتى سيرتك تصير مثل العطر إذا جت للمجلس. بس قرر اليوم انك تغير صورتك في التعامل مع الناس. نقطع السطر.